بدأ الشاعر الغنائي والمؤلف أيمن بهجت قمر في كتابة فيلم سينمائي جديد بعنوان أبي خلف الشجرة، ويقوم ببطولته النجم تامر حسني، ويعد هذا هو التعاون الأول بينهما حيث لم يتعاونا سويا في أي عمل درامي من قبل. وأعرب قمر عن سعادته بتلك التجربة حيث أعلن على صفحته الخاصة على موقع الفيسبوك أنه بدأ بالفعل اليوم في كتابة فيلم تامر حسني، حيث كتب: بدأت كتابة فيلم جديد وهو أبي خلف الشجرة لتامر حسني يا مسهل. يا ما فيش أصل معاك.